أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك، ألو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. أهلا بالأصدقاء، ما زلنا مع الدفاع الفرنسي، وحنرى في هذا الفيديو تفريع طاراش يقدمه لنا اللاعب الكبير السوفيتي الأصل فيكتور كورشينوي، الذي تلاقى مع كربوف على لقب بطولة العالم، ولكن كربوف فاز عليه فهاجر إلى سويسرا ولعب تحت علمها مدة طويلة، تألق فيها وقدم لنا العديد من الأدوار. والدور اللي حنراه يسمى الدور الخالد لكورشينوي، فقد طمع قسمه في أحد البيادق، ولكن كورشينوي لقنه درسا لن ينساه. والآن هيا نرى أحد روائع فيكتور كورشينوي بالأبيض أمام ميلو يودوفيتش في لينينغراد 1967. كورشينوي بالأبيض ولعب D4، والجراند ماستر اليوغوسلافي يودوفيتش كان فائز ببطولة يوغوسلافيا قبل ذلك الدور، ورد B6 E4 D5. اتحولنا للدفاع الفرنسي، بدأ E4 مطلوب وكورشينوي حماه بنايد D2. ده بيسمى تفريع تراش في الدفاع الفرنسي. الحصان بيخرج عن طريق المربع D2 عشان يعطي الفرصة لبيدق C3 للتقدم وحماية بيدق D4 اللي هتكون عليه معركة بعد قليل. نايت F6 طالب البيدق مرة أخرى، E5 طالب الحصان والحصان تراجع، وهنا الأبيض لعب C3 بيحمي بيدق D4، والأسود بيهاجم الوسط بC5، ودي الطريقة التقليدية لمهاجمة الوسط. وكورشينوي بيحميه مرة أخرى بنايت F3، نايت C6 بيكسر الضغط على بيدق D4، بيشوب D3، كوين B6. الوزير والحصان والبيدق طالبين بيدق D4، وكورشينوي ترك البيدق وكمل كسل، والأسود فاز ببيدق بعد CD4 CD4 نايت D4 نايت D4 كوين D4. طالب ايضا بيدق E5، لكن بعد نايت F3 الابيض بيحمي البيدق وطالب الوزير، والوزير بيتراجع كوين A4. بيربط الحصان، لكن الاهم ان الوزير في طريقه للمربع G4 لمهاجم الجناح الملك، والاسود منعه بكوين B4. طالب التكسير كوين C2، طالب بيدق H7 H6 بيشوب D2، طالب الوزير مرة أخرى، والوزير للمرة الثالثة بيتراجع روك C1. الأبيض بيسيطر على العمود الوحيد المفتوح عمود C، وبيصوب للمربع C7 بيشوب E7، والملك في طريقه للتبييت، لكن كورشينوي منعه بكوين A4. الوزير مرة أخرى في طريقه للمربع G4، والأسود لا يستطيع مرة أخرى لعب الكوين B4 لوجود الفيل، لكن يستطيع أخذ البيدق B2، لكن دي هتعرضه للخطورة، لأن بعد روك C7 الأبيض بيكسر الضغط على الحصان المربوط وبيهدد ببيشوب B5 ويفوز بقطعة.
والوزير لو تراجع للمرة الرابعة الأبيض بيلعب روك سي 1 بيحمي الرخ وطالب البيشوب بي 5 وكذلك فيل السي 8 والأبيض هيفوز في كل التفريعات. ولذلك لم يأخذ البيدق وتراجع بالوزير للمربع دي 8 وبكده استطاع كورشينوي الفوز في مرحلة افتتاح. قطع الأسود ما زالت في أماكنها الابتدائية بينما الملك الأبيض قام بالتبييض وكل قطع البيضاء أتمت التعبئة والأبيض بالطبع أفضل لكن في مقابل خسارته البيدق وكمل روك سي 2 طالب إزواج الرخين واحتلال المربع الهام سي 7 والأسود بيلاقي الصعوبات ولا يستطيع التبييض لأن الأبيض هيلعب كوين جي 4 وطالب يفوز ببيدق الاتش 6 وبيدق الجي مربوط وإذا حاول الدفاع بإف 5 الأبيض هيكمل كوين جي 6 ومازال طالب الفوز ببيدق والهجوم والأسود لو دافع بكينج اتش 8 الأبيض هيكمل هجوم القوي بالتضحية وبعد جي اتش 6 كوين اتش 6 تشيك كينج جي 8 كوين جي 6 تشيك والأبيض يستطيع إنهاء الدور بالتعادل لتكرار النقلات لكن بالطبع هذا لا يرضيه لأن بعد كينج اتش 8 بيلعب روك سي 3 طالب يذهب للمربع اتش 3 ويكمل هجومه على الملك والاسود هيلاقي صعوبات شديدة لان مثلا لو دافع بكوين اي 8 طالب التكسير الابيض هيكمل كوين اتش 6 تشيك كينج جي 8 وهنا هيلعب النقلة الخطيرة بيشوب اي 2 له اكتر من تهديد منهم الحصان للمربع جي 5 ويليه الكش الخطيرة من المربع جي 3 او ربما يذهب بالفيل للمربع اتش 4 ويطرد الوزير والابيض في طريقه للفوز ولذلك التبييض امر خطير ولكن الانتظار على ربط الحصان ايضا خطير ولذلك لعب كينج اف 8 وكورشونوي كمل في هجومه بروك سي 1 ازوج الرخين وبيهدد باحتلال المربع سي 7 في الصف السابع والاسود بيدافع بنايت بي 6 طالب الوزير والوزير ذهب للمربع جي 4 واتم المهمة الاولى بنجاح بيشوب دي 7 بيشوب اي 5 بيربط الحصان مرة اخرى روك سي 8 طالب التكسير والاسود بيتبع المبدأ عندما تكون في حال الدفاع فمن الافضل التكسير لكي تخفف ضغط الهجوم ولكن الابيض بيرحب بالتكسير والاسود لا يستطيع الاخذ بالحصان لانه مربوط على الوزير ولذلك اخذ بالفيل ومن هنا كورشينوي بدا التالق ولعب بيشوب بي 4 الفيل الاسود اصبح مربوط على الملك والاسود بيدافع بجي 6 طالب يلعب اتش 5 وطرد الوزير لكن هذه النقله اضعفت المربعات السوداء وخاصه المربع اف 6 وهنا كورشينوي لعب احد النقلات الهامة في الدور يا ترى ايه هي كورشينوي لعب النقلة الجريئة كوين اتش 4 بالنقلة دي وصلنا الى موقف غريب الفيل لا يستطيع اخذ الوزير لانه مربوط على الملك ولا يستطيع اخذ الفيل لانه هيترك الوزير بدون حماية التهديد الواضح للابيض هو الوصول للمربع اف 6 والاسود دافع بجي 5 لكن هنا كورشينوي قام باول تضحياته نايت تيكس جي 5 بالطبع البيدق لا يستطيع اخذ الحصان لانه مربوط على الرخ ولو اخذ الفيل هيخسر فورا بنايت تيكس اي 6 بكش للملك وفي نفس الوقت طالب الوزير الغير محمي والابيض هيفوز والاسود لعب افضل نقله وهي كينج اي 8 وفك ربط الفيل ودلوقتي الاسود طالب الحصان وكذلك طالب تكسير الفيل وكورشينوي اكمل في تألقه ببيشوب بي 5 تشيك الفيل الاخر دخل بنشاط الى اللعب والاسود ليس لديه غير البيشوب دي 7 واصبح موقف الابيض حرج الحصان مطلوب وكذلك ايضا الفيلين ولكن كورشينوي رد على كل هذه التهديدات بنقلة مبتكرة يا ترى ايه هي كورشينوي يكمل بالنقلة الرائعة نايت تيكس اي 6 والاسود لا يستطيع اخذ الوزير الابيض
وإلا حيتلقى الماب فورا بنايت جي 7 شيك ميت، والفيل بيحاصر الملك. الحقيقة نقلة رائعة من كورشينوي أمنت له الفوز، والأسود مجبر على أخذ الحصان، ولكن بيفتح وتر آخر أمام الملك، وكورشينوي انتهز الفرصة بكوين اتش 5 تشيك كينج اف 8 النقلة الوحيدة. وهنا جاءت نقلة كورشينوي الرائعة، يا ترى ايه هي؟ كورشينوي لعب النقلة اللي أمنت الفوز روك سي 3. الروك في طريقه لإعطاء كش من المربع اف 3 والكش مات في الطريق، والأسود دافع بروك اتش 7، وهنا كورشينوي زود سيطرته على الدور بنقلة هامة، يا ترى ايه هي؟ كورشينوي لعب النقلة كوين جي 6 طالب الرخ، لكن الأهم بيقيد حركة الملك نهائيا، وبيهدد بالمات في نقلتين بكوين اف 3 تشيك ويغطي بالرخ، والوزير ياخده بتشيك ميت. يودوفيتش لو حاول الدفاع بروك اف 7 هيخسر ايضا بكوين اتش 6 تشيك كينج اي 8 كوين اتش 8 تشيك. لو غطى بالرخ هيلعب كوين اتش 5 تشيك روك اف 7 روك جي 3 طالب روك جي 8 تشيك والمات في الطريق. اذا الروك اف 7 نقله سيئه، ويودوفيتش دافع بالروك جي 7 كوين اتش 6، والابيض له تهديدات كثيره معتمدا على ربط الرخ وربط الفيل، مثلا زي الكوين اتش 8 تشيك روك جي 8 روك اف 3 تشيك كينج اي 8 كوين جي 8 تشيك بيشوب اف 8 كوين اف 8 تشيك ميت. ولذلك الاسود لعب بيشوب تيكس بي 5 على اساس يعمل مربع هروب للملك، لكن هنا كورشينوي انهى الموقف بروك جي 3، والاسود ليس لديه دفاع كافي ولذلك سلم، لانه مثلا لو حاول ينفذ خطته بهروب الملك الابيض هيكمل روك جي 7 طالب ياخد الفيل بكش تحت حماية فيله، والاسود يستطيع حمايته مثلا بالحصان، وهنا الابيض هينهي الدور بكوين اي 6 بيربط الفيل مرة اخرى ولكن على العمود، وبيهدد بروك جي 8 تشيك ميت. واذا حاول يهرب بالملك هتكمل ببيشوب تيكس اي 7 طالب الوزير، والاسود لابد ان يضحي بوزيره ليتجنب المات. وقبل ان نغادر لابد ان نرجع الى الموقف المفتاح. بعد تبييت الملك الاسود فاز بالبيدق، لكن ظهر ان هذا البيدق بيدق مسموم، وبعد هذا الدور لم يجرؤ احد على اخذه. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.